ملي تزادينا وحنا تنسمعو قرا باش تكبر تولي مهندس ولا طبيب، واو انجينيير ولا ميدسان. ومن بعد ملي كبرنا شويه اكتشفنا سيدي بلي خصك تكون قراي وكتجيب دي نوط مزيانين باش ملي تشد الباك تمشي لي زيكول. خديت الباك وما تقبلتش في لي زيكول وغادي نمشي لافاك. وملي كتدخل لافاك تيقول لك خصك تفاليدي الدوك بنقطه مزيانه الا بغيتي تدفع المدارس اونكور. ومشى لي حتى الدوك ما جبتوش بديك لا نوط اللي طالبين. اوه مشى لي المستقبل زعما. اجيو بعدا ونشوفوا شنو كاين في المدارس وما كاينش في لافاك، وعلاش عندنا الفكره في دماغنا باللي صحاب المدارس هما اللي كيخدموا دغيا وحنا اللي في لافاك غير تيهرسونا وتيقولوا لينا راه الخدمه ما كايناش وفرص العمل والشغل قلال. واهم حاجه واللي غادي نعلمك في هذا الفيديو هي كيفاش تكون راسك وتكون انجينير واخا قريتي في لافاك. ليتس جو. الفرق اللي كاين ما بين المدارس وليفاك هو ان في المدارس تيكون عدد الناس اللي تيقراو قليل بعكس لافاك تلقاو لونفي عامر وفيه بنادم بزاف. ولكن هذا الشيء ماشي هو كل شيء. الا جيتي لافاك ودخلتي لونفي وجلستي قدام راك حتى انت غادي تتبع وغادي تفهم. دونك ما نديروش هذا هو السبب ولا حيت في لي زيكول تيقراو قلال راه تيهزوهم وتيخدموهم ملي تيساليو، وفي لافاك حيت كثار ما تلقاوش كيفاش يديروا ليهم. نو ماشي هاك، مازال معاك. في لي زيكول كل عام تيدوزو فيه لي ستاج بعكس في لافاك حتى العام الثالث باش كتبغي تاخذ ليسونس عاد كدوز للبي اف او. هذيك دير لا ديفيرونس بنسبه 40%. هما تيدوزو لي ستاج بزاف وانت كتقرا في لافاك، واش غادي تسنى حتى العام الثالث باش دوز ستاج ديال البي اف او؟ نو، ويمكن لك حتى انت تبقى دوز لي ستاج من اول العام ديالك ديال لافاك. واحد كيشد 3 شهور في الصيف راحه، انت غادي تشد شهر ترتاح فيه وشهرين غادي تريني فيها، خاصك تقلب على لي ستاج باش تعرف داكشي اللي كتقرا وشنو يمكن لك دير به. فوالا هذه الثاني حاجه مشات. والحاجه اللي مهمه بزاف هي ان اصحاب المدارس كتلقاهم كيتحركوا بزاف، عندهم لي كلوب لي زيفينمون، هما اللي كتمشي لافاك كتلقى الطالب كيدخل كيحضر الكور ولا التيبي، ومره مره تيمشي للمكتبه وبعض المرات كيمشي للبيفيت ياخذ لي قهوه. فوالا هكا وغادي، وما عندوش درايه على شي انشطه ولا دي زورغانيزاسيون كاع. وفي الوقت اللي تلقاو مدارس تنظموا دي زيفينمون وتيجيبوا دي سبيكرز اللي تيعاودوا على قصه النجاح ديالهم، وكيستافدوا منهم الطلبه بزاف د الحوايج. قلت مع راسي حشومه، علاش في لافاك ما ينظموش لهم بحال هادشي؟ ومشيت قلبت مزيان وسولت، ولكن عرفت شنو لقيت؟ الطلبه ديال المدارس هما اللي مديرين هاد لي كلوب، هما اللي تينظموا هاد لي زورغانيزاسيون. علاش الطلبه ديال لافاك ديال كل برونش مثلا فيزيك شيمي بيولوجي او كاع لي فيليير اللي كاينين كل شعبه مثلا يتجمعوا يمشيو عند عميد الكليه، استاذ بغينا مستثمرين وممثلين شركات في المغرب تجيبوهم لينا يعاودوا لنا كيفاش كتخدم الشركه ديالهم، المنتوج اللي تيصنعوا، وموا تكون عندكم فكره وتعرفوا داكشي اللي كتقراوها فين كيتستعمل. وبيان تقدروا تقولوا لهم ممثل الطلبه ديالكم، ولي دوماج الاغلبيه ديال الطلبه ما تيعرفوش ممثل الطلبه ديالهم. ولا بان لك هذا الشيء صعيب شويه والطلبه ما مضامنينش وكل واحد وكيفاش يفكر وبنادم باغي غير يفاليدي وصافي، غادي نقول لك سير تقلب بوحديتك وتعلم تبحث وتحفر مزيان. دخل الفيسبوك راه غادي تلقى بزاف لي زيفينمون كيتنظموا كل سيمانه. بقى تمشي حتى لشي مدرسه اللي سمعتها منظمه شي حدث سير حضر ليه واخا انت كتقرا في لافاك، وجلس وشوف وحلل وحاول تقلب على الفرق. الا كنتي علمي سيونتيفيك شنو الفرق بينك وبينهم؟ غادي تلقاهم تيهضروا فرونسي مزيان اولا، واللي في الوقت بزاف الطلبه اللي عندهم مشكل في الفرنسيه، ولكن واش كتحاول تصلح راسك وتعمر الفراغات اللي عندك وتطور القدام؟ كتلقاهم تيعرفوا يوقفوا وتيعرفوا يتمشوا، غادي تجيك غريبه، ولكن غادي نقول لك راه هادشي اللي تنعاود لك كيتخاد بعين الاعتبار وبالنسبه كبيره. ملي كتبغي تدخل شي خدمه واش غادي تعرف توقف مع الكليان وتعرف توقف مع كاع لي فيزيتور اللي تيجيو يزوروا الشركه ديالكم؟ وغادي نقول لكم واحد الحاجه، ماشي ما عنديش هاد الشخصيه راه صعيب نوصل ليها، ماشي ما تنهضرش الفرنسي مزيان راه انا هكا، ما كاينش تتخلق معلم وكل نهار حنا كنتعلموا. اللي غادي نقول لك راه ما بقاش بحال شحال هادي تيخبيو عليك او ما بغاوش يوريوك او صحابك ما قالوش لك راه غدا كاينه واحد المحاضره خصك تجي تحضر لها باش تستافد منها ولا تقدر تغير حياتك 360 درجه. نو المشكل ستني با دني با كونيت، راه ماشي عيب حيت ما كنعرفش، ولكن عرفتي المشكل فين؟ سي دو با فلوار ابروند. الناس ما باغاش تعلم، راه ماشي ما عارفينش، باغي يدير غير داكشي اللي تيقريوه فقط. راه الفرق ما بين انجينيور اللي يقرا في المدرسه وواحد يقرا في لافاك هو ان هذاك الانجينيور الا جبناه ووقفناه قدامنا غادي يقول لك عطيني انا شركه نسيرها، ويعرف ياخذ لابارول ويهضر مزيان. وهذا الشيء اكتسبوا من لي كلوب اللي تينظموا عاد لي ستاج اللي تيدوزوا بزاف والبراتيك اللي تيشدوا في يديهم، والطالب كتلقاه حق راسه
وانت كتقرا في لافاك كيفاش تكتسب هذه المهاره؟ خاصك ما تكونش غير طالب جامعي فقط وانما تكون فاعل جمعوي ايضا. حاول تدخل في جمعيات، تعلم منهم وشارك في الانشطه اللي كيديروا. هذا الشيء غادي يخلق منك ماشي غير طالب جامعي حاصل على شهاده فقط، وانما شخصيه قويه ايضا وانسان ناجح. وعاد لي ستاج حتى هما مهمين باش تبقوا تقلبوا عليهم في الصيف باش تعرفوا راسكم داكشي اللي كتقراو على الابليكاسيون ديالو. كاينين طلبه اليوم في بروميير اني وتي انيمي ودي زيميسيون على الراديو. اذا شنو الفرق بينك وبينهم؟ خاصك تقلب. واخر حاجه نقول لك، مشيتي لليزيكول الله يسهل عليك، بقيتي في لافاك باقي لك كل امال وكل فرص تكون انسان ناجح في المستقبل ديالو. فقط دير هادشي اللي تنقول لك. اول حاجه قلب على لي ستاج. ثاني حاجه بقى تحضر لي زيفينمون اللي غالبا تيديروهم بالسبت، ولكن حنايا السبت في العشيه تنبغيو نرتاحوا فيه. دوماج. لا صاحبي، سير حضر المحاضرات وتصنت للناس الناجحين كيفاش حتى وصلوا، وغادي تعرف بزاف الحوايج. وماشي الفرق حيت هذا قرا في ليكول وهذا قرا في لافاك، وانما الفرق فيك انت، حيت انت اللي كتقرر كيفاش بغيتي تكون. ولا كنتي تقلب دير واحد الحاجه تقدر ديرها سواء كنتي في ليزيكول او بيان في لافاك، ولا ما بغيتيش ديرها ما غاديش ديرها سواء كنتي في ليزيكول او بيان في لافاك. ثالث حاجه حاول تبدا تمارس العمل الجمعوي والانشطه اللي تيديروا داخل الجمعيات. ورابع حاجه حاول تطور المستوى ديالك في الفرنسيه حيت غادي تسهل عليك بزاف ديال الحوايج. واللي كتلقى طالب ما قدرش يسول الاستاذ ديالو حيت ما عندوش مع الفرنسيه. وهذا الشيء كامل اللي قلت غادي نزيدو عليه. وجد الامتحانات ديالك من اليوم وكون دائما اجار مع الاستاذ ديالك، وما تضيعوش وقتكم في الخاوي. الا كنتو اول مره كتكتشفوا هذه القناه ما تنساوش ديروا الاشتراك، حيت كندير دائما وفي كل اسبوع موضوع مهم واللي غادي ينفعكم في قرايتكم وفي حياتكم. See you next time.